اشنو ممكن انني علاش ممكن اشتغل. لكن هذه القاعده كيف ما انا وضعتها هنا هي غير مكتمله، لا تخاطبكم كحسيميين، لا، هي تخاطب اي مكان، اي صحفي في اي جهه او في اي منطقه. لكن شكون اللي كيعطيها صفه ديال الحسيمه او منطقه الحسيمه؟ ما تنسوش مدى الشير، وهذا لنا بحاجه لكم اكثر من المناطق من المدينه طبعاً حالنا، هو هذا المحور. هلا شنو واضح؟ عندي الاركان لي روبريك، الاركان، وعندي الموضوع، وعندي المحور، وعندي الجنس الصحفي. لما كنوضع هذه الخريطه بهذه الطريقه، ماذا يقع؟ اولا حينما اقول مثلا انشطه الجماعه المحليه، شنو فيها انشطه الجماعه المحليه ومحور؟ شنو في هذا المحور؟ اولا فيه الدوره العاديه للمجلس او الدورات العاديه للمجلس، تكون عندي اجندا. ثم الدورات الاستثنائيه للمجلس، ثم القرارات التنظيميه الصادره عن المجلس،